الجبهة الوطنية للتحرير تعلن تكبيد النظام خسائر فادحة في معارك حماة. التوتر الأمني يعود إلى السويداء وسط عمليات خطف متبادل. على وقع تصاعد التهديدات الأمريكية لإيران، النفط يسجل ارتفاعا جديدا في الأسعار. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة المنتصف من قناة حلب اليوم. أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير في ريف حماة الشمالي عن قتل وجرح عدة عناصر من قوات النظام وتدمير عدة آليات ثقيلة إثر استهدافهم بالأسلحة الثقيلة خلال المعارك الدائرة في المنطقة. فصائل غرفة عمليات الفتح المبين العاملة في ريف حماة الشمالي رفعت جاهزيتها القتالية لصد أي محاولات تقدم لقوات النظام على مناطق جديدة في المنطقة، واتخذت تدابيرها لمواجهة حملات القصف العنيفة لقوات النظام والطيران الروسي. كانت جاهزية المقاتلين على هذا المحور عالية الحمد لله. تم تجهيز مجموعات مشاة، مجموعات مدفعية، مجموعات آليات ثقيلة. تم تجهيز عدة أمور من تحصين من طرق إمداد بديلة. تم حفر خنادق وتجشيم هذه النقاط بشكل جيد. طبعا هذه تعتبر جبهة القصابية أرض استراتيجية مهمة. استطعنا الدخول إلى خطوط التماس الأولى مع قوات النظام على جبهة القصابية. طيران الاستطلاع هنا لا يفارق السماء إلا لدقائق معدودة استطعنا استغلالها للدخول إلى نقاط الثوار والتحرك بينها. نحن الآن في الخط الأول لخطوط التماس على جبهة القصابية. طبعا لا نستطيع الآن التحرك بسبب وجود طيران الاستطلاع الذي لا يغادر سماء المنطقة. عادة ما يرافق طيران الاستطلاع يعطي الإحداثيات لمرابط المدفعية والطيران الحربي الرشاش والطيران الحربي الروسي لاستهداف كل ما يشاهده من مدنيين أو عسكريين في هذه المناطق. تكمن قوة فصائل الثوار هنا في معنويات العناصر المرابطين على هذه الجبهات، في حين تترقب أعينهم كرة جديدة على المناطق التي انسحبوا منها نتيجة سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها الروس للسيطرة على بعض المناطق مؤخرا. الحمد لله الأمور جيدة إن شاء الله، والهمام قوية إن شاء الله، وإن شاء الله سندحرهم في عقر دارهم. أكثر من شهرين على بدء حملة النظام والميليشيات التابعة لروسيا لم تحرز فيها تقدما كبيرا على جبهات ريف حماة الشمالي، في حين سيطرت فصائل الثوار على مناطق جديدة، ولا تزال معارك الكر والفر جارية على المناطق التي خسرها الثوار في الأيام السابقة. مالك أبو عبيدة، حلب اليوم، من ريف حماة الشمالي. وينضم إلينا من ريف إدلب المراسل حلب اليوم دياب الحمدو. أهلا بك دياب، لو تضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية والمعارك في ريف حماة الشمالي. نعم ياسر، الجبهة الوطنية للتحرير اليوم دمرت العديد من آليات النظام، بداية على محور قرية الحماميات، فقد دمرت دبابة وناقلة جند مصفحة وأربعة نقاط أو ما تعرف بالدشم لعناصر قوات النظام عن طريق استهدافها بصواريخ مضادة للدروع، كما أسفر هذا الاستهداف عن قتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام. بالانتقال إلى محور السرمانية بسهل الغاب، فقد تم تدمير مدفع رشاش عيار 23 عن طريق استهدافه بصاروخ مضاد للدروع. أيضا تم استهداف غرفتين مشتركتين بين قوات النظام والقوات الروسية في قريتي بريديج والجابرية بريف حماة الشمالي الغربي بالصواريخ الجراد، كما تم استهداف نقاط تمركز قوات النظام بالصواريخ الجراد أيضا في مدينة صقيلبية بريف حماة الغربي. دياب، ماذا عن خريطة التوزع بالنسبة للسيطرة بين الطرفين بين الثوار وقوات النظام؟
بالنسبة لخارطة التوزع، لا خارطة جديدة في هذه المعارك المستمرة منذ حوالي أسبوع، وحتى اليوم الجبين وتلملح تحت سيطرة المعارضة حتى اللحظة، الحماميات تحت سيطرة النظام، واستهدافات متكررة من قبل فصائل المعارضة لنقاط تمركز النظام على هاتين الجبهتين من أجل التقدم والسيطرة على قرية الحماميات ومنها إلى بلدة كورناس غربها. دياب، ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن القوات العسكرية التركية التي دخلت اليوم إلى الشمال السوري المحرر؟ نعم، رت العسكري التركي دخل اليوم إلى النقطة العسكرية التركية في قرية شير مغار في منطقة جبل شحشبو بريف حماة الغربي. طبعا الرت يتكون من جنود وآليات عسكرية ومنها مصفحة، بالإضافة إلى الأمور اللوجستية التي تتعلق بالنقطة التركية. ما هي المناطق التي تعرضت للقصف وما هي أعداد الضحايا المتوفرة لديك؟ اليوم بالنسبة إلى ريف حماة، قصف حربي ومدفع استهدف كل من كفر زيتا والجيسات ولطمين ومورك. هذا القصف أسفر عن دمار واسع بالممتلكات دون سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. دياب الحمد ومراسل حلب اليوم، كنت معنا من ريف إدلب، أشكرك. نذهب إلى إبراهيم السويد مراسلنا من مدينة كفرنبول بريف إدلب الجنوبي، وهذا الإيجاز عن استهداف النظام بالقصف لمدينة كفرنبول والدمار الذي لحق بمنازل الأهالي وممتلكاته. نحن الآن في مدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي. تعرضت هذه المدينة لقصف بالصواريخ الفراغية من قبل الطائرات التابعة لنظام الأسد. نحن الآن في أحد الأحياء التي سقطت فيها القنابل الفراغية، كما نشاهد حجم الدمار كبير جدا. أكثر من 4 منازل هنا في هذا الحي سقطت على الأرض، بالإضافة إلى حي آخر أيضا كان هناك ما يقارب 5 منازل أيضا سقطت على الأرض نتيجة استخدام النظام للقنابل الفراغية الشديدة الانفجار، كما نشاهد حجم دمار كبير جدا. يذكر أن مدينة كفرنبل كانت قد نزحت بشكل كامل باتجاه الشمال السوري إلى مناطق أكثر أمنا. اليوم لم تكن كفرنبل وحدها التي تعرضت لهذا القصف، هناك أيضا قرى وبلدات عديدة في ريف إدلب الجنوبي وفي جبل الزاوية تعرضت لغارات مكثفة من قبل الطائرات التابعة لنظام الأسد. نشاهد يعني حجم دمار كبير جدا في هذه الأحياء السكنية نتيجة استخدام النظام لقنابل فراغية على الأحياء السكنية هنا في داخل مدينة كفرنبل وفي قرى عديدة في ريف إدلب الجنوبي. إبراهيم السويد، قناة حلب اليوم، ريف إدلب. قالت وكالة هاوار التابعة للإدارة الذاتية إن قائمة جديدة من أهالي دير الزور يتحضرون للخروج من مخيم الهول في الحسكة إلى مناطقهم وبلداتهم، وكان 800 من النازحين من مخيم الهول معظمهم من نساء وأطفال خرجوا مطلع حزيران الحالي كدفعة أولى عادت إلى منازلها في مناطق الرقة والطبقة. وافتتحت الإدارة الذاتية مخيم الهول منتصف نيسان 2016 لاستقبال النازحين الفارين من مناطق خاضعة لتنظيم الدولة واللاجئين من مناطق العراق الحدودية القريبة من بلدة الهول شرق الحسكة. قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن بلاده تمكنت من إجلاء 8 أطفال من أحد المخيمات في سوريا، وأوضح موريسون أن الأطفال 8 نقلوا من سوريا في أول عملية إعادة منظمة إلى أستراليا، وقد كانوا في رعاية مسؤولي الحكومة الأسترالية. وبحسب بي بي سي فإن هناك 6 من هؤلاء الأطفال جاءوا مع عائلاتهم من أستراليا، بينما ولد الاثنان الباقيان في سوريا. قام أحد طلاب الشهادة الثانوية العامة في دير الزور بفتح قنبلة يدوية في قاعة الامتحان بعد ضبطه وهو يغش. الطالب وهو عنصر للنظام يقدم امتحانه في مركز هشام الجاسم بحي الجورة، استطاع استعادة هاتفه النقال الذي كان يستعمله للغش والفرار به تحت التهديد بفتح القنبلة. يذكر أن شكاوى كثيرة صدرت من الأهالي متهمة إدارة الامتحانات بالفساد وتسريب الأسئلة عن طريق مجموعات الواتس أب لبعض ذوي المتنفذين. أفاد مراسل حلب اليوم بأن مجموعة عسكرية تابعة لما يسمى بالشريان الواحد العاملة في السويداء أطلقت سراح ضابطين وعنصرين من قوات النظام كانت قد احتجزتهم قبل أيام
على خلفية اختفاء الناشط المعارض مهند شهاب الدين. هدوء حذر خيم على السويداء سبقه أحداث ساخنة ومتتالية تسبب بها اختطاف الناشط المعارض مهند شهاب الدين على أيدي مسلحين يعتقد أنهم يتبعون لفرع الأمن العسكري في السويداء. عقب عملية الاختطاف بساعات، فصائل محلية داهمت مقر فرع الأمن العسكري في المدينة. اشتباك بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة اندلع قبل أن تنسحب الفصائل وتأسر 10 عناصر من الفرع مهددة بالتصعيد في حال عدم استجابة النظام لمطلبهم إطلاق سراح شهاب الدين. تطورت الأمور، اعتقل ضابطان في نظام الأسد أحدهما عقيد والآخر رائد من قبل فصائل محلية على طريق دمشق السويداء بالقرب من مفرق صلاخد للضغط على النظام. لم يمضي سوى أيام على اعتقال الضابطين حتى أفرجت عنهم مجموعة عسكرية تابعة لما يسمى بالشريان الواحد العاملة في محافظة السويداء. مراسل حلب اليوم أكد أن المجموعات العسكرية سلمت الضابطين ومعهم عنصرين في مقام عين الزمان في مدينة السويداء بحضور الشيخ حمود الحناوي والشيخ يوسف جربوع شيخا عقل الطائفة الدرزية، إضافة لحضور منسق العلاقات الروسية في المحافظة. جميع تلك الأحداث جاءت على خلفية اعتقال الناشط المعارض مهند شهاب الدين الذي ما زال مجهول المصير والمعتقل، وما زالت المدينة تعيش على صفيح ساخن. وتنضم إلينا مراسلة حلب اليوم من السويداء نورة الباشا. أهلا بك نورة، لو تضعينا في تفاصيل عمليات الاختطاف بين الفصائل وقوات النظام. نعم ياسر، مساء الخير. طبعا منذ اختطاف الناشط مهند شهاب الدين منذ أيام في مدينة السويداء من أمام محله، بدأت مجموعات تابعة لما يعرف بالشريان الموحد باحتجاز عناصر أمن وضباط للنظام. طبعا من بين المحتجزين ضابطين أحدهم برتبة رائد والآخر برتبة عقيد، كانوا قادمين إلى السويداء لتقديم التعزية لأحد الضباط أيضا في جيش النظام. خطفوا على الطريق القريب من قرية صلاخة بريف السويداء الشمالي. طبعا أول أمس تواصل وجهاء من السويداء وأيضا منسق العلاقات الروسية في السويداء المدعو عماد العقباني مع ذوي شهاب الدين وطلبوهم بالإفراج عن العناصر مع وعود بالكشف عن مصير شهاب الدين أو معرفة تفاصيل عن مكان اعتقاله وإلى ما هنالك يعني أو حتى المساهمة في إخراجه. طبعا مصادر خاصة أكدت أن مهند شهاب الدين موجود لدى أفرع النظام الأمنية في دمشق، تجري محاولات كثيرة من قبل عدة أطراف في السويداء وعدة مجموعات في الضغط من أجل إطلاق سراحه، إلا أن الإفراج عن الضابطين والعنصرين تم أمس فقط بعد مطالبات من قبل الوجهاء بذلك. نورة، بالأمس كان هناك عملية اختطاف لسائق شاحنة تحمل متة، هل عرفت تفاصيل الحادثة؟ نعم، طبعا قامت عصابة تعرف محليا باسم عصابة عريقة تضم عدة أفراد من مناطق مختلفة من ريف السويداء الشمالي الغربي باحتجاز وكيل سائق سيارة المتة التابعة لشركة كبور، طبعا وكيل المتة في سوريا. تم ذلك أمام مفتزة الأمن السياسي في مدينة شهبة بريف السويداء الشمالي. طبعا بعد تتبع الشاحنة تبين أنها موجودة لدى أفراد عصابة عريقة، هاجم مدنيون وعناصر من أمن النظام مكان وجود الشاحنة واشتبكوا مع أفراد العصابة. طبعا استخدمت خلال الاشتباكات أسلحة خفيفة ومتوسطة وأيضا تم استهداف المدنيين من قبل هذه العصابة بقذيفة RPG سقطت على فان لأحد المدنيين. لم يتمكن من استرجاع شاحنة المتة إلا أن العصابة طالب ب 25 مليون ليرة سورية لقاء الإفراج عن السائق وإرجاع الشاحنة. نعم نورا، لو تضعين في صورة الوضع الأمني بشكل عام في السويداء. طبعا تشهد السويداء ما يشبه الهدوء الحذر أو ما يمكن وصفه بالهدوء الحذر حاليا. هناك حالة من الترقب لما ستسفر عنه المفاوضات مع النظام للإفراج عن الناشط شهاب الدين، إلا أن الاعتصامات طبعا لأجله لا تزال مستمرة أمام مبنى السرايا. يتجمع عدد من المدنيين كل يوم بشكل تقريبا شبه يومي أمام المبنى للمطالبة بالكشف عن مصيره والكشف عن الاعتقال القصدي للمدنيين في المحافظة.
نور الباشا مراسلة حلب اليوم، كنت معنا من محافظة السويداء، أشكرك على هذه التفاصيل. أعزائنا المشاهدين، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. أثر البحر على نفسية مرتادي. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة التي وقفنا فيها على إعلان الجبهة الوطنية للتحرير عن تكبيدها لقوات النظام خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في ظل القصف المستمر الذي تتعرض له المنطقة. نحن الآن في مدينة كفران بالفيري في إدلب الجنوبي، تعرضت هذه المدينة لقصف بالصواريخ الفراغية من قبل الطائرات التابعة لنظام الأسد. هنا أحد الصواريخ الذي سقط في هذا الحي السكني داخل مدينة كفران بال ووسط مدينة كفران بال، تسبب بوقوع عدة منازل في هذا الحي السكني. نشاهد حجم الدمار الكبير الحاصل في هذا الحي السكني نتيجة استهدافه بالقنابل الفراغية. يذكر أن هناك حي آخر في هذه المدينة أيضا تعرض لنفس هذا القصف الصاروخي من قبل الطائرات التابعة لنظام الأسد. كما نشاهد المحال التجارية دمرت بشكل كامل. هنا أحد المنازل السكنية أيضا دمر نتيجة هذه الغارات الجوية التي تشهدها مناطق ريف إدلب الجنوبي. يذكر أن مدينة كفران بال ليست الوحيدة التي تعرضت للقصف، هناك أيضا قرى وبلدات في جبل الزاوية كبلدة جوزك، وكان هناك ضحايا في صفوف المدنيين نتيجة استهداف الأحياء السكنية داخل بلدة جوزك وجبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي. إبراهيم السويد، ريف إدلب، قناة حلب اليوم. نقلت وكالة رويترز عن وزير النفط الإيراني بيجن زينغنا نفيه تقاريرا تفيد بأن صادرات النفط الإيرانية انخفضت في الأيام الأخيرة، ولم يكشف الوزير عن أي أرقام بخصوص صادرات النفط الإيرانية في ظل العقوبات الأمريكية، وأضاف أنه ليس من مصلحتهم ذكر أي أرقام. أمريكا وإيران وميزان النفط بينهما. تستعد الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران بعد إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأمريكية BAMSD-737 بدون طيار.
وتحاول أمريكا أن تجعل صادرات إيران النفطية معدومة بشكل كامل، عندما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، حيث ألغت في الثاني من الشهر الماضي الاستثناءات للدول الثماني التي كانت تستورد النفط من إيران، وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا واليونان وإيطاليا. الرد الإيراني جاء على لسان وزير النفط بيغن زنجنا عندما أكد أن الأنباء عن انخفاض الصادرات النفطية الإيرانية خاطئة تماماً وفق ما أوردت وكالة رويترز. ويجري الحديث عن مسارات ربما تقوم إيران بسلكها في تصدير وبيع نفطها، مثل بيع النفط في بورصات لا سلطة أمريكية عليها ولا تتعامل بالدولار، مثل بورصة شنغهاي الصينية التي تتعامل باليوان. كما يمكن تحويل ناتج النفط إلى أفراد أو شركات إيرانية أو غير إيرانية، كما فعلت مع سامر الفوز رجل الأعمال السوري الذي طالته العقوبات الأمريكية مؤخرا. وارتفعت أسعار النفط بسبب التوترات المتزايدة في منطقة الخليج بعد استهداف ناقلات النفط في الخليج العربي وإسقاط الطائرة الأمريكية إلى 64.6 بنسبة زيادة وصلت حتى 0.19%. هذا الارتفاع في أسعار النفط يبدو أنه دفع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للطلب من إيران وأمريكا التزام أقصى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار لمواجهة مباشرة في منطقة الخليج. نظم آلاف المواطنين التشيك مظاهرة حاشدة في العاصمة براغ للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء أندري بابيس على خلفية اتهامات بالتورط في جرائم فساد. وذكرت شبكة ABC نيوز الأمريكية أن المشاركين في المظاهرة رفعوا لافتات تطالب بإقالة بابيس بوصفه تهديدا للديمقراطية واستقلال النظام القانوني في التشيك. أقامت منظمة الرواد للتعاون والتنمية حفلا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في مدينة غزة عنتاب التركية، تضمنت العديد من النشاطات والفعاليات الثقافية والقانونية. تنسب مشاعر الأطفال ها هنا لتتجسد في عرض مسرحي يحاكي واقع اللاجئين، وفي ذكرى إحياء مناسبتين تتمثلان بيوم اللاجئ العالمي واختيار القدس عاصمة للثقافة الإسلامية. اجتمع بعض من السوريين والفلسطينيين في مدينة غازي عنتاب التركية بدعوة من منظمة الرواد للتنمية. اليوم لدينا فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، طبعا هو يوم عالمي لكن تكلمنا فيه عن اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين كحالة خاصة تمسنا. عروض فيلمية تستعرض تهجير الشعبين الفلسطيني والسوري، بالإضافة إلى ندوة إنسانية وقانونية تناقش حقوق اللاجئين في منافيهم تضمنتها المناسبة، فيما كان للحيز الثقافي نصيب كبير تمثل في عروض غنائية تنشد للاجئين وأخرى مسرحية لفرقة محمد المغوط تعبر عن حياة اللاجئين وما يعيشونه من مشاعر بين الآلام والأحلام. اليوم عم نقدم على اللاجئين، يعني عم طالب حقنا على الظلم. هدول العالم إشي زي بيموتوا، مو لازم يكونوا بالأوطان، بس لو كان ما بشار الظالم نحن كان هلا ببلادنا. في هذه القاعة اجتمع شتات اللاجئين السوريين والفلسطينيين في غازي عنتاب، وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين أحيا أبناء البلدين ذكرى رحيلهم عن بلادهم، لعل جيلا من أبنائهم يرسم أملا بالعودة والحياة الكريمة. من ولاية غازي عنتاب التركية، مازن أبو تمام، حلب اليوم. منحت منظمة تاج بالتنسيق مع الأوقاف في مدينة عزاز ورعاية وقف الديانة التركي إجازة في قراءة القرآن الكريم لتسعة طلاب بروايات مختلفة، وذلك في مسجد الصحابي الجليل عمر بن الخطاب. فقد بصره واستغل بصيرته في الحصول على إجازة بقراءة القرآن الكريم في حفل التكريم الذي أقامته جمعية تاج لتعليم القرآن الكريم بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والشؤون الدينية في مدينة عزاز ورعاية من وقف الديانة التركي.
تكريم 9 مجازين بحفظ القرآن بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 2 منهم أجيزوا بالقراءات العشر، و5 طلاب إضافة للتسعة أعطوا شهادات حفظ وهم قيد الحفظ بالإجازة. عدد كبير من المشايخ والعلماء والشخصيات الدينية والمدنية حضرت حفل التكريم في مسجد الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، إضافة إلى العشرات من الأهالي، وشمل الحفل أناشيد دينية فضلا عن توزيع الإجازات والجوائز. أجزت اليوم بفضل من الله عز وجل برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، فقد من الله علينا بنعمة كثيرة ومن أعلاها وأغلاها نعمة إجازة القرآن الكريم بفضل من الله عز وجل. العديد من المشاريع المشابهة سبق وأن رعاها وقف الديانة التركي بالتعاون مع أوقاف مدينة إعزاز والمدن المجاورة وتنفيذ جمعيات عدة كما في هذا الحفل. وينضم إلينا بدر كجاك مراسل حلب اليوم في الشمال السوري. أهلا بك بدر، بداية لو تحدثنا عن الدورة وما هي التفاصيل التي قدمتها. نعم، تمت الدورة في مدينة إعزاز اليوم، شهدت الدورة تخريج للشبان الذين قاموا بحفظ القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم في جامع الصحابي الجليل عمر بن الخطاب. الدورة استمرت لفترة شهر تقريبا برعاية من وقف الديانة التركية ومديرية الأوقاف مدينة إعزاز. الأولى لكن كانت هناك فترة سابقة تم تخريج فيها أعداد كبيرة من حفظ القرآن والسيرة النبوية والحديث الشريف في مدينة إعزاز وصولا إلى مدينة طرابلس. أيضا لم يقتصر فقط مدينة إعزاز، شمل هذا العمل أيضا عدة مشاريع في مدينة جرابلس ومدينة الباب في ريف. نعم بدر، يعني ما هي النشاطات الصيفية للأطفال في الشمال السوري خاصة مع الوصول إلى العطلة المدرسية؟ نعم، بالتزامن مع دخول الأطفال المدرسية في الشمال السوري، نشاطات عديدة تقوم بها مكاتب التربية والتعليم بالدرجة الأولى، ثانيا وقف الديانة التركية والأوقاف في الداخل السوري، كان في مدينة جرابلس أو مدينة إعزاز أو الباب. من هذه النشاطات هي تحفيظ القرآن الكريم وأصول تلاوة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. أيضا هناك عدة مسابقات، إن كان في السباحة أو إن كان في إلقاء الشعر في الداخل السوري في الشمال السوري على العموم. أيضا هناك عدة بطولات في الرياضة، إن كان في كرة القدم أو الشطرنج. بدر كجك مراسل حلب اليوم كنت معنا من الشمال السوري، شكرا لك على هذه التفاصيل. طلبت شركة أبل الأمريكية من بعض عملائها التوقف عن استخدام أجهزة كمبيوتر ماك بوك برو وإعادتها إلى فروع الشركة بعد مخاوف من تسببها في إشعال حرائق. وقالت الشركة الأمريكية مؤخرا إن عددا من أجهزة الكمبيوتر من حجم 15 بوصة التي أنتجت بين عامي 2015 و2017 فيها مشاكل في البطارية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الحاسب بشكل يمثل خطورة. أكد متخصصون أن الأصوات المنبعثة من البحر تقلل مستويات الكورتيزول وهرمون التوتر وتجعل الإنسان أكثر هدوءا. وبحسب الدراسات فإن لأمواج البحر تأثيرا إيجابيا على المزاج، فعندما يكون شخص على الشاطئ يمتص جسده الأيونات السالبة التي تطلقها الأمواج من المحيط، وهذا يشجع الجسد على امتصاص المزيد من الأكسجين وتنظيم مستويات السيروتونين الذي يتحكم بمستويات القلق وينتج عن ذلك شعور بالسلام. انتهت مباريات اليوم الثالث لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تقام على الأراضي المصرية، حيث لعبت 3 مباريات ضمن منافسات دور المجموعات، الأولى بين المغرب ونامبيا والثانية بين السنغال وتنزانيا، أما الثالثة جمعت الجزائر بكينيا. ونجح منتخب المغرب في تحقيق الفوز على نامبيا بهدف دون رد، بينما تغلب المنتخب السنغالي على تنزانيا بثنائية نظيفة قبل أن تفوز الجزائر على كينيا بذات النتيجة.
نهاية نشرتنا، شكرا لكم على طيب المتابعة. لمتابعة مزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو زيارة موقعنا halabtodaytv.net. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم بود.